مساء الخير واهلا بحضراتكم ويوم بيوم. في الوقت اللي الشرطه والجيش بيدفعوا ثمن غالي جدا ونفيس وهو حياتهم للدفاع عننا وللدفاع عن امن هذا الوطن الحقيقه، في نفس هذا الوقت الدوله ككل مستمره في البناء، مستمره في رفع شعار يد تبني ويد تحمل السلاح. انا ليه بقول الكلام ده؟ انا بقول الكلام ده لانه الحقيقه في نفس الوقت اللي حصل فيه للأسف الحادث الإرهابي بالأمس واللي راح ضحيته 15 من رجال الشرطة وثلاثة من المدنيين، وفي نفس الوقت اللي محافظات مصر النهاردة عاشت حالة من الحزن أثناء تشييع جثامين الشهداء وأثناء تلقي طبعا العزاء في الشهداء، في نفس هذا الوقت النهاردة رحت أنا ومجموعة من السادة الزملاء من الصحفيين والمذيعين لمشاهدة الإنجازات أو بعض من الإنجازات تحديدا في منطقة وسط الدلتا اللي بتقوم بيها القوات المسلحة المصرية. رحت أنا وزملائي على متن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة، وزي ما بقول لحضراتكم يعني أخذنا جولة في محافظات وسط الدلتا واتفرجنا على عدد من المشروعات. شفنا كباري إما بعضها تم إنجازها بالفعل، وشفنا من فوق يعني الصورة من فوق والسيارات ماشية على الكباري دي، كباري تم الانتهاء منها بالفعل، وشفنا أيضا كباري أخرى بيتم إنجازها الآن وحسب ما فهمنا أنه قاربت على الانتهاء. مش بس كده، شفنا أيضا مساكن للشباب، إسكان اجتماعي الحقيقة أيضا يعني بالمكان كله مميكن، ده بيحفظ القمح بشكل كبير جدا من الهالك ومن الاهدار، وايضا بيحفظه من السرقه. فالحقيقه انه كان مهم جدا ايضا الصوامه اللي احنا شفناها النهارده، كان امر مفرح الحقيقه، وشفناها من ايضا من فوق واحنا فوق في الطياره. شعار يد تبني ويد تحمل السلاح الحقيقه النهارده انا تاكدت ان هو شعار حقيقي جدا، ورغم حاله الارهاب اللي احنا بنشهدها، وانا مصره دايما ان انا اقول ان ما نشهده الان في مصر لا مسمى له الا الارهاب. يعني حد يقول لي زي ضيفي امبارح دكتور سعد الدين ابراهيم يقول لي انه الامم المتحده لا تستخدم لفظ ارهاب الا على من يقتل المدنيين،
يعني أنا في النهاية لا يعنيني الأمم المتحدة بتقول إيه في هذا المجال، أنا ليا في النهاية أنا كمواطن مصري أنا شايفة ما يحدث عندي في مصر هو إرهاب، وشهداء الشرطة والجيش اللي بيتساقطوا كل يوم بيتساقطوا على يد أو بسبب الإرهاب الخسيس. فكان يعني كان الحقيقة، وطبعا في مدنيين بالمناسبة، يعني سقوط الضحايا الحقيقة لا يفرق بين مدني وشرطي أو جندي في القوات المسلحة. وزي ما حضرتكم شايفين النهاردة طبعا العزاء الآن على الشاشة، بس خليني بس أختم كلامي على النهاردة. الصورة اللي أنا شفتها الحقيقة النهاردة، أنا عايزة أشكر السادة القائمين على هذه المشروعات اللي بتقوم بها الدولة وبتقوم بها القوات المسلحة، لأنه ادتني الحقيقة تفاؤل كبير، ادتني أمل كبير أنه إحنا مستمرين في البناء رغم من يحاولون أن هم يعطلونا ويجرونا للخلف. أنا عايزة أشكر السادة القائمين عليها، عايزة أشكر المهندسين اللي بيعملوا في هذه المشروعات، وأقول لهم إحنا لسه في انتظار المزيد. زي ما الرئيس دايما بيقول أنه صحيح إحنا بنحاول كتير وفي مشروعات كتير بيتم إنجازها، بس عددنا الحقيقة واحتياجاتنا أكبر بكثير مما يتم إنجازه، فإحنا دائما في انتظار المزيد. وأنا بشكر طبعا السادة اللي كانوا موجودين معنا النهاردة واللي شرحوا لنا كل ما شاهدناه من فوق وإحنا في السماء. طيب حضراتكم شايفين طبعا دلوقتي العزاء على الشاشة، كل العزاء مرة تانية لأسر الشهداء وأسر الضحايا، والعزاء الحقيقة لمصر كلها، لأنه الشهداء الحقيقة هم بيكونوا شهداء خاصين بكل بيت مصري، بكل واحد فينا، مش بس لأسرهم ولا بس لأهلهم ولا لمحافظتهم. طيب في نفس الوقت اللي بتكلم فيه عن الجولة اللي احنا انا والسادة الزملاء الصحفيين والاعلاميين قمنا بيها النهاردة من داخل الطائرة الهليكوبتر، الحقيقة انه في نفس هذا الوقت اعلن وزير الاسكان الوزير مصطفى مدبولي ورئيس هيئة الهندسة او الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اعلنوا النهاردة البدء في تنفيذ اكبر مشروع على مستوى الشرق الاوسط، وهو تنفيذ 656,000 وحدة سكنية بتكلفة 120 مليار جنيه، وده هيتم في سنة، في خلال سنة، وهيكونوا طبعا لصالح الشباب ومحدودي الدخل، ده غير بالتأكيد تطوير العشوائيات أيضا والانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية خلال مدة سنتين. طيب الدكتور مصطفى